بسم الله. زي ما شفنا كده الاي بي اي جابت لنا الداتا زي ما احنا عايزين في الجيسون بالظبط، زي الجيسون بتاعنا اللي هي الكاستمر داتا وكله تمام. هرجع بقى للكاستمر في ام، العنوان بقى اللي كان من الموديل على الجيسون اشيله، وعايز اخد اليو ار ال اللي انا كنت عامله واللي كان بينادي الاي بي اي اللي هو بيريتريف لي نفس الداتا، احطه بدل بس الايه، بدل الجزئيه بتاعت الجيسون فايل الثابت. طيب بعد كده كنا بنعرض ايه، داتا دوت كاستمر داتا صح. احنا طبعا ممكن ننزل لايف سيرفر، لايف سيرفر ده يا شباب بس عشان يرن لي الصفحه بدل ما اعمل لها دبل كليك وترن، اعمل له انستول. هتلاقي طريقته بتفتحه منين وكلام زي كده، فانت بس اعملوا له انستول، خشوا بس على البلاجنز ونزل لايف، سيرش على لايف سيرفر، هو مش موجود هنا بس ممكن يبقى موجود عندك على حسب الفيرجن، او موجود من تحت كده في الشريط من تحت زي ما احنا شايفين اسمه جو لايف. انا بنزله بس عشان لما اجي ارن افتح صفحه الاتش ام ال وادوس على جو لايف اكن بقى في سيرفر ويديني بورت وكده. ممكن تستغلوها وبقى تروح على الفايل والدبل كليك وتشتغل، ده اكنه فايل يعني، اكنه سيرفر يعني. فانا رحت على صفحه الاتش ام ال ورنيت السيرفر بتاعي تمام، هيفتح البراوزر زي ما احنا شايفين، قال ليست اوف اور بانكس مش مطلع اي داتا، يبقى في عندي مشكله. طيب نشوف كده الايه، انسبكت، ونشوف كده الكونسول بتاعنا. ده كورس اوريجن، طب كورس اوريجن ما عندناش مشكله، يبقى بس الموضوع بتاع السكيورتي لو فاكرين الامر اللي كنت ورطت لكم قبل كده في الامر بتاع الرن. فانا هشغل طبعا شريحه على نفس الفايل على نفس الجهاز مش على سيرفر، فانا هشغل نفس الامر بتاع الرن اللي هو بيبلوك السكيورتي، وهاخد بقى من اليو ار ال اللي بتاعنا اللي هو العادي اللي كان رن من شويه ده على السيرفر، كوبي، وادي النسخه بتاعه الجوجل كروم، وادي عملت بيست، ادي طلع لي ادي سعودي اريبيا، وادي ايجيبت زي ما احنا شايفين، وادي الداتا بتاعت عدد صابور طلعت. انسبكت كده ليه الحاجه، بقيت الحاجه ما طلعتش، نشوف الكونسول. ماشي. هو طبعا في عندنا برضو شويه مشاكل تمام، بس الداتا لما اتطبعت اتطبعت صح، صحيح الداتا مظبوطه اهي. الداتا دي جت من الكونسول دوت لوج، لو احنا رجعنا كده للفايل بتاعنا هنلاقي ان احنا كنا في الفي ام كنا قايلين ايه، كونسول دوت لوج الداتا كلها اللي راجعه لي خلاص. فاحنا من الداتا دي كنت بسلكت الكاستمر داتا وعرضت لي البيانات وكل حاجه تمام، لكن الصوره ما اتعرضتش، ودي بسبب طبعا ان الصوره عايزه نظام للعرض لسه هنتكلم عليه. كويس جدا. فاحنا عايزين دلوقتي نرجع اليو ار ال الاساسي كده، دي لما كنا بنضيف بيانات بتاعت يوزر تاني اهو، اسلام بهاء مثلا وشويه بيانات، تعال نضيفه عشان بس اوريك هل الداتا فعلا بتروح جوه الداتابيز، وهل لما يجي بتعرض صح ولا لا. فتعال نسند الداتا بتاعت اللي هو اضافه كاستمر جديد جوه البلد. فانا عملت سند، طلع لي قال لي ان ايه سكسس ترو، قال ان الكاستمر اضاف. طب ما تيجي نعمل ريفرش هنا في الصفحه بتاعتنا، لقينا ادي عدد صابور، ولما نزلنا تحت بيانات اسلام مش طالعه خالص ضربه، فتقريبا كده هيبقى في عندنا برضو ايه، سيبك من الصوره لسه الصوره عندنا فيها مشكله هنظبطها، لكن نفتح المونجو دي بي الكومبس، نعمل كونكت عشان نشوف بس الداتا نزلت في الداتابيز ولا الداتا ما اتبعتتش فيها مشكله ولا الاي بي اي هي اللي خرفت، تعال نشوف. فهرجع كده افتح الداتابيز بتاعتنا البنك دي بي على كانتري كاستمرز، تعال نفتح البلد ايجيبت، تعال نجيب الكاستمر الاولاني عادل، الكاستمر الثاني اللي هو كان اسلام بهاء نفتحه، لا الداتا موجوده، لا الداتا ايه موجوده، يبقى كده معناها ان الدنيا كانت سليمه يعني الداتا مش سيفه، امال هنا ليه بقى ما عرضش. طيب تعال نشوف كده انسبكت، نحاول نشوف الايه الكود بتاعنا ليه ما اتطبعش، نخش على الداتا في عندنا في الكونسول. تمام. بالظبط، لانه بيقول لي هنا ان هو مش بيدور على صوره ضرب فايلر مني ليه، لانه ما جه يدور على صوره الاسلام ما لقاش اصلا الاتريبيوت موجوده فايه فضرب. فانا هروح بقى على رفع الصوره وارفع، اخد الاي دي بتاع اسلام وارفع عليه ايه صوره، عشان هو بيدور على الاتريبيوتس، جه يدور هو بيدور على الصوره ما لقاش صوره فعمل ايه فضرب. فانا هقوم رافع له صوره، ادور على صوره من صور مثلا اسلام موجوده عندي وايه واعمل لها ابلود عشان تبقى الصوره موجوده والداتا بتاعتها موجوده.
الداتا بتاعت عادل ما تعرضتش للصوره مش مهم، لان هوريكم دلوقتي هنعمل ايه، هنعمل بكذا طريقه يعني. لكن انا هجيب صوره اسلام مثلا اهي كده، بقى في صوره هعمل سند، انا برميت بياناته، وبعد كده هرمي الايه، هرمي الصوره بتاعتي، قال لي سكسس وكله تمام. قلت له طب تعالى نرجع نعمل ريفريش، لان ادي البيانات بتاعت عادل صبوره اهي، وادي بيانات اسلام، وما عندناش اي مشكله الا الصوره. طب ازاي بقى نعرض الصوره والكلام ده كله؟ ان شاء الله نشوفه في الفيديو اللي جاي.